بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المعلمين في كل مكان، أقدم لكم اليوم إن شاء الله فيديو هام جدا لكيفية إعداد امتحان إلكتروني كويز باستخدام جوجل درايف وكيفية نشره كمان. تعالوا كده يا جماعة نبدأ بباحث جوجل ونكتب عليه جوجل درايف. هنبحث كده جوجل درايف، هنبدأ كده يا جماعة ندور على التطبيق ده اهو جوجل درايف، ونبدأ نضغط على ماي درايف. بصوا يا جماعة ماي درايف، هنضغط كده ماي درايف. طبعا بعد ما يفتح لي ماي درايف هيطلب مني تسجيل الدخول. طبعا الناس اللي عامله حساب على جوجل هيظهر لها الحساب بتاعها اهو زي الحساب بتاعي اهو، لان هو جاهز من الاول بالايميل بتاعه. لو حضرتك اول مره طبعا هتخش على جوجل درايف، لازم في الاول تعمل كرييت جوجل اكاونت، لازم تعمل حساب على جوجل بايميل، سواء ايميل ياهو او بايميل جيميل. وليكن هستخدم الجزئية التانية استخدام حساب آخر وهنشوف هيحصل ايه. بيقول لي ادخل البريد الالكتروني او الهاتف. انا يا جماعة كده كده ليا ايميل، فانا مسجل بالايميل بتاعه اهو. بعد كده هضغط على كلمة التالي. طبعا لو انت حضرتك مالكش حساب ومالكش بريد الكتروني قبل كده، هتضغط تحت على انشاء حساب، على انشاء حساب، وتمشي معاه. طبعا تنزل الايميل بتاعك والاسم بتاعك، وبعد كده تحط طبعا رقم الهاتف بتاعك، وبعد كده يا جماعه طبعا هتختار الباسورد بتاعك وتكمل للنهايه لحد ما يبقى لك حساب. انا عشان ليه هنا حساب يا جماعه وليه بريد الكتروني، هضغط على كلمه التالي. هيودينا على فين؟ ادخل كلمه المرور. انا طبعا ليا كلمه مرور يا جماعه ومسجلها من الاول. طبعا كلمه المرور دي ممكن تتكتب ارقام وحروف، ممكن تتكتب حروف وعلامات. المهم انت بتكتب الباسورد بتاعك وبتحفظه عندك، وبتحفظ كمان هو على الجهاز زي كده. فبضغط على كلمة التالي اهو، كده هيدخلني يا جماعة على الصفحة دي بتاعت جوجل درايف. بالنسبة جوجل درايف ده عبارة عن ستور. ستور يعني يا جماعة يعني مخزن. المخزن ده انا بخزن فيه حاجات كتير، وبعمل فيه تطبيقات كتير، وبعمل فيه شغل كتير وبحفظه فيه. والدليل على كده لو حضراتكم بصيتوا كده في الصفحة اللي ظهرت قدامكم، طبعا هو لسه بيحمل تاني، في عندي في الاول كلمة جديد، وبمجرد ما هنضغط على كلمة جديد دي هنشوف ايه اللي ممكن يظهر لي. خدوا بال حضراتكم، هنضغط كده على كلمة جديد. اهو يا جماعة بمجرد ما نضغط على كلمة جديد هيظهر لي كلمة مجلد. ده بمجرد ما هضغط عليه هيعمل لي مجلد موجود في الستور ده في المخزن بتاع اللي هو جوجل درايف على الصفحة بتاعتي، اللي ممكن جواه احط طبعا اي ملفات انا هعملها بعد كده. تاني حاجة في عندي تحميل ملف، وده لو ضغطت عليه يا جماعة هحمل ملفات من على الجهاز بتاعي. وهنا في تحميل مجلد، طبعا لو النت عندي كويس طبعا هحمل مجلد من على الكمبيوتر بتاعي. يبقى بالتالي انا كده ممكن انشئ مجلدات، ممكن احمل ملفات، ممكن احمل مجلدات من على الحاسب الالي بتاعي، بحيث اني لو الحاسب بتاعي اتعرض لفيروس او قرصنه او اي نوع او تلف في الويندوز او تلف في الملفات، يكون عندي طبعا ملفات غير قابله للتلف ان شاء الله على جوجل درايف. المهم انا عايزكم فين النهارده ان شاء الله؟ النهارده عايزين نعمل امتحان الكتروني كويس جدا طبق المواصفات الورقه الامتحانيه بتاعت الوزاره، وبالتالي يستطيع الطالب انه يتدرب عليها في البيت، ويستطيع المعلم كمان انه يعرف مين دخل عنده على الامتحان وحصل على كام. فبصوا كده يا جماعه عندي من تحت في كلمه اسمها المزيد. طبعا احنا كده ضغطنا على كلمه جديد او نيو بالانجليزي، ان نضغط على كلمه المزيد هتظهر لي كمان النافذه دي. هنضغط على اول ايقونه فيها اللي هي نماذج جوجل فورمز، فهنضغط كده على نماذج جوجل ونشوف هيحصل ايه.
اه يا جماعه فتحت لي نافذه جديده، ونشوف كده بعد ما تفتح النافذه ايه اللي هيحصل بالظبط. اه يا جماعه ظهرت لي الصفحه دي اللي موجود هنا من فوق، حاجه اسمها نموذج بدون عنوان، وده هيبقى نشط بمجرد ما هضغط عليه. وفي عندي نفس الكلام موجود، نموذج بدون عنوان تحت اهو، في عندي حاجه اسمها وصف النموذج كمان من فوق. في عندي الايقونه دي اللي مكتوب بمجرد ما ضغطت عليها كده تخصيص المظهر. في عندي هنا حاجه اسمها معاينه، في عندي حاجه هنا اسمها اعدادات، في عندي في الاخر حاجه اسمها ايه، ارسال. طيب المفروض عباره عن ايه الصفحه اللي قدامي دي يا جماعه؟ هي عباره عن النموذج بتاع الامتحان الالكتروني اللي انا ناوي اعمله. طب هعمله ازاي؟ في الاول يا جماعه هقف عند نموذج بدون عنوان اللي من فوق دي، وهظللها كده، وهكتب كده عنوان للامتحان بتاعي، وليكن اختبار اهو، اختبار معلش ان انجلش، هنكتب طبعا باللغة العربية اهو، اختبار الكتروني في مادة اللغة الفرنسية. طبعا حضراتكم ممكن طبعا تكتب في مادة اللغة الإنجليزية، في مادة اللغة العربية، على الباب الأول في الكيمياء، على الباب الثاني في الفيزياء، على الفصل الأول في التاريخ، زي ما يطلع طبعا. بمجرد يا جماعة ما أنا كتبت الكلام ده هو من فوق، خدوا بالكم هنضغط في أي مكان فاضي هنشوف هيحصل إيه أهو يا جماعة. آه نفس الكلام اللي أنا كتبته ده من فوق اتكتب أهو في النموذج من تحت، اختبار إلكتروني في مادة اللغة الفرنسية. اللي اتكتب فوق هو اللي اتكتب تحت. بالمناسبة الجزء الفوقاني ده يا جماعة هو بمثابة ايه؟ بمثابة اللي هو الانتيت، اللي هو رأس اللي هو الامتحان، او الدراجة بتاعة الورقة الامتحانية الموجودة من فوق، اختبار الكتروني في مادة اللغة الفرنسية. خدوا بالكم يا جماعة جنب النجمة مكتوب تم حفظ جميع التغييرات في درايف، يعني اي حاجة هكتبها انا دلوقتي في النموذج بتاع الامتحان بتاعي هيتم حفظه في التو واللحظة. طبعا عندي في كلمة وصف للنموذج، انا عادة بكتب طبعا اعداد، بكتب كده اعداد مسيو صابر فرغلي محمد، واكمل البيانات بتاعتي عادي جدا جدا جدا، اللي هو معلم طبعا خبير او معلم كبير او معلم اول الف الخ الخ الخ، ومادة التخصص بتاعتي. طيب هل ممكن اضيف صورة هنا؟ يعني ممكن اضيف صورة ليا؟ اه ممكن يا جماعة اضيف صورة ليا في الاختبار. هو في امكانية ان انا اضيف صور؟ اه يا جماعة لو حضراتكم بصيتوا كده في عندي شريط ادوات هنا على جنب، في شريط ادوات هنا على جنب، في عندي علامة الزائد دي مكتوب جنبها اضافة سؤال، يعني لما احب اضيف سؤال صغير داخل الامتحان، يعني نقطة في سؤال كبير، يبقى اضغط على كلمة زائد دي هيضيف لي سؤال. طب وايه اللي تحت فيها دي؟ استيراد اسئله. لو انا حاطط اسئله يا جماعه في ملف تاني جوه الكمبيوتر ممكن اعمل استيراد للاسئله دي بدون ما اكتبها. هنا عاد تدي اضافه عنوان ووصف للامتحان. هنا عندي عاد الايقونه دي اضافه صوره، لما احب اضيف صوره. طب ودي اللي تحتيها دي اضافه فيديو. انا ممكن احط فيديو طبعا في الامتحان يشاهدوه الطلبه، وليكن تجربه طبعا معينه في الكيمياء، ولا مثلا فيديو بيتكلم مثلا عن التاريخ الفرعوني مثلا، وبعد كده احط اسئله على الفيديو ده. اما الجزء الاخير هو اضافه قسم. قسم يا جماعه يعني جزء كبير في الامتحان، يعني سؤال كبير في الامتحان زي سؤال اختار او سؤال اكمل او سؤال علل او الخ الخ الخ، ده اضافه سؤال كبير. اما اضافه سؤال صغير داخل السؤال الكبير هو علامه الزائد. اكتر حاجه هتشتغل معاك في النموذج هو علامه الزائد اللي فوق دي وعلامه يساوي اللي تحت. علامة الزائد اللي فوق دي بتضيف سؤال صغير داخل القسم اللي انت هتكتب فيه. اوكي يا جماعه؟ طب انا عايز اضيف صوره ليا، اوكي. هبدا اضغط هنا على الجزء اللي بيضيف لي الصور، الايقونه دي يا جماعه شايفين اضافه صوره. مجرد ما هضغط هتظهر لي النافذه اللي قدامكم دي اللي هي ادراج صوره. ادراج صوره. هضغط على كلمه التصفح اهو يا جماعه اللي من تحت دي، اللي هي في باللون الازرق دي والابيض، التصفح. هيوديني على مين؟ هيوديني على جهاز الكمبيوتر، يقول لي فين الصوره اللي انت عايزها وهنجيبها لك منين. فانا هنا حاطط صوره طبعا لنفسي موجوده عندي في الدرايف ده اهو، الجزء بتاع الكمبيوتر بتاعي اهو، ها
هدور عليه، هدور على الصورة اهو، هبحث عنه اهو، مكتوب صورتي، هضغط عليها واضغط كلمة open. مجرد ما اضغط كلمة open دي يا جماعة هيبدأ يحمل الصورة بتاعتي، وهتبدأ تظهر هنا يا جماعة اهو، هيحمل الصورة، هتبدأ تظهر الصورة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. طبعا ممكن اضيف اي صورة بعد كده عادي جدا. طيب عايزين نتفق اتفاق، طبعا يا جماعة انتوا عارفين نظام البوكلت او نظام ورقة الاسئلة، انتوا عارفين طبعا ان بيبقى اول صفحة بيكتب الطالب البيانات بتاعته، مظبوط الكلام ده؟ طيب فاحنا هنخلي اول صفحة دي اللي احنا كتبنا فيها اختبار الكتروني في مادة اللغة الفرنسية وحطيت صورتي واعداد، الصفحة الاولى دي هنخليها لبيانات الطالب. فانا هضغط كده على كلمة سؤال بدون عنوان اهو يا جماعة شايفينه اهو، هضغط عليه كده اهو، كده منشط ان انا ممكن اكتب فيه، هكتب فيه اسم الطالب علشان الطالب اللي يخش الامتحان ده يكتب اسمه. بمجرد ما انا بكتب اسم الطالب اتغير هنا يا جماعة الكلام الموجود عند السهم ده اهو، فبيجي اجابة قصيرة. بالمناسبة الكلام اللي انتم شايفينه ده على جنب او المستطيل على جنب ده بيحدد لي نوعية السؤال اللي انا عايزه. لو انا فتحت السهم ده اهو ضغطت عليه هيقول لي في حاجة اسمها اجابة قصيرة، في حاجة اسمها فقرة يعني اجابة في فقرة، في حاجة اسمها خيارات متعددة، في عندي مربعات اختيار يعني جاوب كذا اجابة صحيحة، في عندي قائمة منسجلة، في عندي تحميل ملف، في عندي مقياس خطي، في عندي شبكة متعددة الخيارات، في عندي تاريخ، في عندي وقت، في عندي إلخ إلخ إلخ. بالتالي ممكن اختار طبعا نوعية السؤال اللي انا عايزها من هنا. فانا بمجرد ما هكتب اسم الطالب يا جماعة كتب لي من تحت نص الإجابة القصيرة دي اللي هيكتبها الطالب. طب ما ممكن الطالب يخش الامتحان من غير ما يكتب اسمه، انا عايز اجبره ان يكتب اسمه. سهلة جدا يا جماعة، في عندي من تحت كلمة مطلوب، شايفينها يا جماعة كلمة مطلوب، بمجرد ما اضغط على كلمة مطلوب هيتحول لونها كده للون الازرق كده او البنفسجي، يبقى كده اصبح الطالب لو ما كتبش اسمه مش هيستطيع ان يدخل الاختبار بتاعي. طيب انا عايز بيان اخر للطالب، ما دام هعمل بيان اخر للطالب هضغط على كلمة زائد اللي اضافة سؤال اهو، ضغطت عليها فظهر لي السؤال الثاني ومنشط اهو، فانا هكتب المدرسة عشان الطالب يكتب لي المدرسة بتاعته، وتحول برضو نوعية السؤال إلى إجابة قصيرة لأنه هيكتب اسم المدرسة، وهضغط برضو على كلمة مطلوب علشان الطالب ما يقدرش يخش الامتحان غير لما يكتب اسم اسم المدرسة. طيب عايز أضيف المحافظة مثلا بتاعة الطالب، أوكي هضغط على زائد أهو وهكتب المحافظة. بمجرد ما انا كتبت المحافظه اتغير برضو نوعيه السؤال الى اجابه برضو قصيره، وهضغط على كلمه مطلوب. طبعا اي بيان بعد كده انت عايزه من الطالب ممكن تضيفه باضافه ايه؟ باضافه سؤال. هنعتبر طبعا هضغط كده بره يا جماعه، لازم اضغط بره كده اهو في اي حته فاضيه علشان انتقل بعد كده للصفحه الثانيه من الامتحان او القسم الثاني وادخل في مين؟ وادخل في الاسئله. طيب هضغط على زائد؟ لا، ما هضغط ايه؟ هضغط على الايقونه الاخيره دي اللي هي اضافه قسم. بمجرد ما هضغط على إضافة قسم دي يا جماعة أهو دخل لي على قسم تاني من تحت أهو، وكتب لي بعد القسم واحد المتابعة إلى القسم التالي، وفتح لي من تحت قسم اتنين من اتنين. طب وهكتب إيه أنا هنا في قسم بلا عنوان؟ هكتب يا جماعة رأس السؤال بتاعي. بمجرد ما ضغطت عليه مثلا إحنا عندنا في اللغة مثلا الفرنسية عندنا أحد الأسئلة في القواعد اسمه إيه؟ هكتب أنا أهو اسمه شوازي شوازي لومو كونفينابل. اختر الكلمة المناسبة طبعا من بين الأقواس، من بين ايه؟ من بين الأقواس، وده سؤال قواعد يا جماعة. لو انا عايز اكتب وصف هنا يا جماعة مثلا للسؤال ده، فانا بكتب مثلا حتى باللغة العربية عادي جدا سؤال اهو، سؤال قواعد، سؤال ايه؟ قواعد، عشان يبقى الطالب فاهم هو داخل على ايه في الاسئله دي. تمام كده يا جماعه؟ بضغط بره طبعا كل ما بخلص، ده انا كتبت كده راس ايه؟ راس سؤال او راس القسم. طيب انا دلوقتي القسم اللي هو شوازي لو مو كونفينابل فيه على الاقل خمس ست جمل تحت بعضيهم مثلا يعني، فانا عايز اعمل السؤال الاول، هضغط على زائد كده اهو فهيفتح لي طبعا السؤال الاول اهو يا جماعه. بالمناسبة لو أنا مجهز امتحان طبعا أنا ممكن أعمل كوبي وبيست، أفتح برنامج الوورد اللي أنا عامل في الامتحان وأعمل كوبي وبيست بدل ما أقعد أكتب طبعا، لأن أنا عندي مشكلة هنا في اللغة الفرنسية يا جماعة اللي هو مشكلة الأكسون.
فاسمحوا لي كده ان انا هفتح امتحان مثلا للصف الاول مثلا، وهاخد منه سؤال قواعد وهفتحه قدامكم وهعمل كوبي وبيست ونشوف في الاخر بعد نهايته هيحصل ايه. اه يا جماعه معايا امتحان اهو، انا بس يا دوب هعمل كوبي وبيست قدامكم، هاخد كده السؤال ده اهو، هاخد السؤال الاول اهو واعمل له كنترول سي، وهفتح على الامتحان بتاعي ويا دوب هعمل كنترول وفي اهو اتنسخ السؤال. هبدا اخد الاختيارات دي يا جماعه، هبدا اخد الاختيارات دي اهو، هعمل لها قص طبعا، هبصها كنترول اكس وهضف عندي الخيار الاول واعمل كنترول وفي واعمل له لصق اهو. همسك الاختيار الثاني اهو يا جماعه عادي جدا اهو، اظل العادي بتحكم في السؤال براحتي، وبعمل اكس اهو وبحطه في اضافه خيار 2 وهعمل كنترول وفي. بعد كده هخش على الاجابه الثالثه اهو كنترول واكس، وبعد كده هدخل في اضافه خيار اللي هو الخيار رقم 3 كنترول وفي، واخش على الخيار الرابع اهو اهو، انا بعمل كنترول اكس يا جماعه على الكيبورد وبضيف الخيار الرابع كده اهو تمام. وهبدا اوضب طبعا السؤال عندي فوق، هشيل الاقواس دي خالص اللي طلعت معايا طبعا في كنترول وبيست طبعا اهو، وهبدا احط مطرحه طبعا النقط بتاعتي اهو تمام اهو. هو نقط عمر الشريف، هو نقط عمر الشريف، طبعا اخوانا مدرس اللغه الفرنسيه فاهمين انا بقول ايه. طبعا مدرس اللغه العربيه طبعا ممكن يكتبوا الاسئله بتاعتهم طبعا كلها حسب الماده بتاعتهم حسب مواصفات ورق الامتحانيه، مدرس التاريخ طبعا، مدرس الجغرافيا، مدرسي اي ماده طبعا، كل واحد عنده مواصفات الورقه الامتحانيه بتاعته يستطيع يحط السؤال اللي هو عايزه باي شكل. طيب انا دلوقتي حطيت نقطه من سؤال، طيب عايز اضيف سؤال تاني، يعني عايز اضيف السؤال التاني، انا طبعا لسه ما اخترتش الاجابات الصحيحه ايه تمام. هبدا اعمل ضغط على زائد دي الموجوده اهو، اضغط عليها هيدخل لي على السؤال الثاني بنفس الشكل يا جماعه. انا هجهز حالا اللي هو عمليه السؤال الثاني برضو عن طريق كوبي وباست ونشوف يحصل زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. انا جهزت برضو السؤال الثاني بالاربع خيارات بتوعه. طيب انا دلوقتي هفضل اكمل طبعا واضيف بزائد، كل ما اضيف سؤال هضيف زائد 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 لغايه ما يخلص طبعا السؤال بتاعي. لما انتقل لسؤال اخر هضغط على قسم الموجود من تحت ده اهو، وطبعا هكمل واكمل 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 للاخر لحد ما يخلص معايا الامتحان. طب خلينا انا خلصت الامتحان، انا دلوقتي عايز احط الاجابات الصحيحه للطلبه علشان الامتحان يصحح نفسه بنفسه، وخصوصا السؤال الاختياري، خصوصا السؤال اللي دايما فيه اختيارات محدده. اه بص عادي يا جماعه هنعمل ايه؟ بصوا عشان نتحكم في الموضوع ده انا عندي الترس اللي فوق ده اهو اللي جنب ارسال شايفينه اللي هو الاعدادات، هضغط عليه كده اهو هيديني كلمه عام. لو الطلب بتوعي كاتبين بريد الكتروني، وطبعا هنا البريد الالكتروني الطالب بيتكتب يا جماعه لو كان في اسئله في الامتحان بيكتب فيها الطالب مقالا، يعني بيكتب فيها كلام من عنده اجابات من عنده ما فيهاش اختياري ماشي يا جماعه، يعني اسئله مقاليه. لو في اسئله مقاليه وعايزه تصحيح يعني المدرس لازم يشوفها لازم يضغط على دي، ولو ضغط عليها واتظللت كده يبقى في الحاله دي لازم هيضيف في الصفحه الاولى بتاعت بيانات الطالب البريد الالكتروني، يبقى كل طالب لازم يكتب ايه؟ البريد الالكتروني لازم يكون مفعل. بمعنى ان حضراتكم هيتبعت لك على الايميل بتاع حضرتك من ايميل الطالب هذا الامتحان عشان تصحح فيه الجزئيات المقاليه. انا لا افضل ذلك الحقيقه يا جماعه، لان احنا مش فاضيين ان احنا كل شويه نبص في الامتحانات الكتيره اللي ممكن يبعتوها لنا الطلبه دي عشان نشوف الاجابات اللي هو كتبها صح ولا غلط. ولكن احنا دلوقتي يا جماعه هنعتمد ان احنا هنعمل امتحاننا كله الحقيقه اللي هو اختيار من متعدد، يا ريت علشان الامتحان يصحح نفسه بنفسه وبالتالي ما نحتاجش ان احنا نبص فيه، اوكي؟ طب مكتوب من تحت التقيد برد واحد، يعني ايه تقيد برد واحد؟ انا لو نشطت الايقونه دي تقيد برد واحد يبقى في الحاله دي يا جماعه مكتوب من تحت ستتم مطالبه المستجيبين اللي هم الطلبه بتسجيل الدخول الى جوجل. كده انا هقفل على الطالب، ليه هقفل عليه؟ لان هو كده لازم يعمل حساب على جوجل والا مش هيقدر يفتح الامتحان. يبقى لو نشطت التقيد برد واحد يبقى الطالب مش هيقدر يخش على الامتحان بتاعي الا لو سجل باكونت على ايه؟ على جوجل، عشان ما اقفلش على الطلبه وبالتالي
لازم ما نشطش الايقونه بتاعت التقاعد برد واحد دي، هسيبها كده بيضاء زي ما هي، عشان الطالب يخش الامتحان اكثر من مره ويتدرب على الامتحان اكثر من مره ويبقى بالتالي متاح في اي وقت. طب ما انا هاخد ايه من الصفحه دي؟ ولا حاجه يا جماعه، بس هنظر كده على العمود الثاني، في حاجه اسمها عرض تقديمي، اضغط على عرض تقديمي، لازم يا ريت يا ريت اضغط على الاولانيه دي اظهار شريط التقدم، اضغط عليها دي اظهار شريط التقدم اللي هو بيجي له ايه بعد سبمات، يجي له التالي 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 والسابق والتالي والسابق، وبالتالي الطالب ممكن يتنقل بالامتحان براحته. طيب افرض انا عايز الخبط الامتحان، بمعنى الطالب لما يجي يخش الامتحان تاني مره مش هيلاقي نفس ترتيب الاسئله، يبقى انا هضغط على حاجه اسمها ايه؟ الترتيب العشوائي للاسئله. في هنا حاجه اسمها عرض رابط لارسال رد اخر، لو عايز تعمل رابط اخر للامتحان بحيث ان الطالب بعد ما خلص الامتحان ممكن يخش تاني، ممكن يجيب له رابط يدخل الامتحان مره اخرى. فانا هسيبهم هم الثلاثه دول كده منشطين. اما لو حضرتك مش عايز الطالب يخش مره اخرى يبقى تخليك في الاولى دي بتاعت عام اللي هو التقيد برد واحد. في عندي اهم حاجه دي يا جماعه، الاختبارات. لازم انشط الايقونه الاولانيه دي او الدايره الاولى دي اللي وجعل هذا الاختبار، هضغط عليه كده، ومجرد ما اضغط عليه كل اللي تحت اتنشط ده، اصدار الدرجه مباشره بعد كل ارسال. ودي امتى؟ لما يكون السؤال بتاعي كله اختياري، اما ما كانش اختياري يبقى انا هخليه في وقت لاحق بعد المراجعه اليدويه وتشغيل جميع البريد، عناوين البريد الالكتروني. في الحاله دي لازم يبعت لي الامتحان واشوفه واقدر الاجزاء المقاليه واديها درجه، بعد كده ابعت للطالب النتيجه بتاعته على الايميل بتاعه. بس احنا الحقيقه يا جماعه مش فاضيين للكلام ده اهو، احنا عايزين نعمل دايما النتيجه تظهر للطالب بعد تاديه الامتحان مباشره، فانا هنشط مباشره بعد كل ارسال. بعد كده من تحت بيقول يمكن للمجيب اللي هو الطالب مشاركه الاسئله غير الصائبه، انت عايزه شيء يعرف الاخطاء بتاعته؟ طبعا. عايزه يعرف الاجابات الصحيحه بتاعته؟ طبعا. عايز يعرف قيم النقاط؟ حصل على كام نقطه؟ طبعا. في الحاله دي هضغط على كلمه حفظ من تحت وابدا عاد احط على كل سؤال الدرجه بتاعته. ظهر لي هنا يا جماعه من فوق حاجه اسمها اجمالي النقاط، ودي ما كانتش موجوده، اجمالي النقاط زيرو لان انا لسه ما حددتش ولا درجه. هنزل عدل الاسئله بتاعتي، اسيب الصفحه الاولى بتاعت بيانات الطالب دي وهمسك السؤال الاول يا جماعه، السؤال الاول اهو، هضغط عليه كده في النص اهو بدا يتنشط تمام. فبيقول لي هو لغه عمر الشريف، فين الاجابه الصح؟ معلش يا جماعه عشان مدرس فرنساوي، الاخوه مدرس اللغه الفرنساوي هيبقوا اللغه الفرنسيه عارفينها طبعا، هو زابيلي. فانا عندي الاجابه الصح هي الاجابه ان هي الرابعه. طيب هعملها انا دلوقتي، في عندي ظاهر حاجه من تحت اسمها مفتاح ايه؟ الاجابه. هضغط على كلمه مفتاح الاجابه دي اهو، هيبدا يظهر لي نفس السؤال بس في عداد درجات هنا على جنب اهو، وجاي على زيرو. اضغط على السهم ده لفوق هدي له درجه، هقول والله اللي جاوب على الجمله دي ياخد درجه تمام، واروح محدد فين الاجابه الصح، يبقى الاجابه الرابعه دي هي الصح، ظهرت لي باللون الاخضر وجنبها علامه ايه؟ علامه صح. تمام كده يا جماعه؟ لو انت عايز تعمل اي تعديل في السؤال بتدوس على التاء اللي من تحت دي اللي هي تم او تعديل. اوكي يا جماعه؟ طيب نيجي عدل السؤال ايه؟ الثاني اهو، السؤال الثاني هضغط عليه كده في النص هيبدا يتنشط، هضغط برده على مفتاح ايه؟ مفتاح الاجابه، هيديني العداد على الزيرو، هضغط طبعا هنا على السهم اللي طالع لفوق يبقى نمره كام؟ هدي له درجه في النقطه دي، ومكتوب سي نقط كوبين دو باسكيت، كوبين اخواننا مدرس اللغه الفرنسيه عارفين الاجابه بتاعتي، طبعا ان الاجابه الثانيه، طبعا هنا محطوط باللون الاخضر وعلامه ايه؟ وعلامه صح. اوكي؟ كده يبقى انا الامتحان بتاعي حتى الان من كام درجه يا جماعه؟ تعالوا نشوف كده العداد من فوق عدد كام؟ مكتوب اجمالي النقاط درجتين. طبعا كل ما كبر الامتحان زادت عدد الدرجات، طبعا احنا نفضل ان يكون المدرسين ان شاء الله باذن الله تعالى بعد ما تشوفوا الفيديو ده على طول على طول على طول ان شاء الله يتشجع كده ويعمل امتحان طبقا لمواصفات الورقه الامتحانيه، ويبدا باول امتحان ان شاء الله الكتروني اللي طلبته وينشرها ان شاء الله على ايه؟ على صفحات الفيس او تويتر او يبعتها للاصدقاء المقربين، ويبدا الناس تتفاعل مع الطلبه بتوعها. فانا دلوقتي عايز ارسل الامتحان ده، عايز انشره ازاي؟ بصوا يا جماعه في عندي كلمه اسمها ارسال فوق، شايفينها؟ اضغط على كلمه ارسال، هيبدا يقول الارسال عن طريق ايه؟ عن طريق الايميل. انا مش عايز طبعا ابعت عن طريق الايميلات، ان في الحاله دي كل طالب لازم يكتب الايميل بتاعه، او هنا اللي هو الاتاش بتاعي اعمل له عمليه ارتباط ماشي، او لو انا ضغطت عليها كده اللي معاه شدان اهو اعمل لي ايه؟ اعمل لي رابط، انا هاخد الرابط ده وانشره على جوجل، هانشره على الفيس، اي طالب هيضغط على الرابط ده اهو هيروح داخل على طول
امال ايه ده كمان ده يا جماعه؟ ده تضمين اتش تي ام ال. طبعا مالناش دعوه احنا بالحاجات دي، اهم حاجه عندي يا جماعه صفحه الفيس وتويتر. انا مجرد ما هضغط على اف بي دي الفيس كده متاح لي ان انا انشر الامتحان بتاعي على الفيس. لو ضغطت على الصوره الجميله دي بتاعت تويتر هنشر النموذج بتاعي على مين؟ على تويتر. تعال اضغط لكم كده على الاف اللي هو الفيس واشوف هيوديني على صفحه شكلها ايه. اهو هيبدا طبعا يحمل صفحه الفيس الخاصه بيا انا، وبالتالي استطيع ان انا اكتب بوست للطلبه بتوعي وللمهتمين بالامتحان ده اهو، وبالتالي يستطيعوا ان يشوفوه كبوست كمنشور على الصفحه بتاعتي. ماشي يا جماعه؟ اهو يا جماعه الصفحه بتاعتي، بمجرد طبعا هنا ما هكتب اي كلام لاعزائي مثلا اهو اعزائي، هكتب طبعا هنا باللغه العربيه بتاعتنا اعزائي طلاب الصف، اي نوع من الصفوف طبعا، الصف الاول الصف الثاني الصف الثالث زي ما يطلع طبعا، واكتب لهم طبعا الامتحان ده بيتكلم عن ايه، وظهر نموذج الامتحان بتاعه يا جماعه قدامي. بعد ما اكتب البوست بتاعي اضغط على كلمه نشر على الفيسبوك، بمجرد ما اضغط نشر على الفيسبوك هيقول لي تم النشر على الفيسبوك، مجرد ما اروح الصفحه بتاعتي هلاقي النموذج ده تم نشره. تعالوا كده يا جماعه نرجع للاختبار بتاعنا. نرجع كده الاختبار بتاعنا بعد ما اتعلمنا ازاي نعمل ارسال. طيب انا دلوقتي عايز اغير اللون بتاع النموذج بتاعي، مش عاجبني اللون مثلا بنفسجي، غير ازاي؟ اغير طبعا حاجه اسمها تخصيص المظهر. شايفين يا جماعه اللوحه دي اللي عامله زي بتاعت الالوان دي، تخصيص المظهر. بمجرد ما اضغط عليها كده اهو هتديني حاجات حلوه اهو. هيقول لي عايز تحط انت في راس الامتحان صوره، اختار صوره مثلا، مثلا اختار صوره مثلا. هيديني هو شويه صور هو من عنده، صور جميله جدا انا ممكن استخدمها طبعا في الاختبار بتاعي. اهو يا جماعه مجموع الصور جميله جدا، انا هختار اي صوره، اي صوره، اي صوره يا جماعه من الصور الجميله دي، وهضغط عليها كده اهو اهو، واعملها حاجه اسمها ادراج من تحت، واظهر لي كلمه ادراج، هضغط ادراج واشوف هيحصل ايه في الصفحه بتاعتي. اهو يا جماعه شايفين، شايفين رسمه الجيتار الجميل ده اللي ظهرت لي في راس النموذج بتاعي. اي طالب بعد كده ما يفتح النموذج هيلاقي طبعا الشكل الجميل ده قدامه. طب هل ممكن اغير اللون ده الى اي لون؟ اهو في حاجه اسمها لون المظهر، مثلا عايز لون ازرق مثلا، شايفين اتغير طبعا شكل الامتحان للون الازرق. عايز اضيف الوان اخرى، في عندي زائد اهو، اضيف الوان اي لون وليكن اللون ده اللون الاحمر مثلا، واعمل حاجه اسمها اضافه واهو ظهر باللون الاحمر. الامتحان بتاعي هيظهر دايما اهو باللون الاحمر. عايز اي الوان تاني اضغط زائد طبعا واضيف اي لون انا عايزه وليكن اللون ده اهو اللون الازرق، واعمل له حاجه اسمها ايه؟ اسمها اضافه. اهو يا جماعه تحول الى اللون الازرق، تمام؟ انا ممكن اغير براحتي. طب ممكن اغير في نمط الخط؟ ايوه في عندي حاجه يا جماعه من تحت اسمها نمط الخط، في خط اساسي، في حاجه اسمها خط زخرفي، في حاجه اسمها خط رسمي، في حاجه اسمها خط مرح. مثلا وليكن هاخد الخط الزخرفي، اضغط كده اهو يا جماعه اتغيرت الكتابه اهو. اختبار الكتروني ماده اللغه الفرنسيه بيجي الخط مختلف، طب ممكن اختار رسمي، اخترت رسم اهو اتغير اهو الخط. ممكن اختار مثلا خط مرح، اهو يا جماعه خط مرح، اختبار الكتروني ماده اللغه الفرنسيه. انا طبعا من حقي هنا اختار الحاجات اللي انا عايزها بشكل امتحان عايز يظهر قدام الناس باي شكل. اوكي اضغط على اكس عشان اطلع طبعا من الكلام ده اهو. في عندي بعد كده حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ معاينه، دي العين دي الصغيره دي معاينه. معاينه يعني ايه؟ يعني عايز اشوف شكل امتحان لما يظهر قدام الطالب يظهر ازاي، وتظهر ازاي النتيجه قدامه، ويجاوب ازاي. طب تعالى يا جماعه هضغط على العين دي ونشوف كده معاينه للامتحان اهو. ظهر يا جماعه قدامي الامتحان بالشكل اللي انا كنت حاطه. طبعا هنا بيقول لي ايه؟ اللي باللون الاحمر ده مطلوب. اوكي هبدا هنا اكتب عنوان البريد الالكتروني، طبعا انا ما عنديش بريد الكتروني يا جماعه، قصدي كطالب يعني، ولكن انا هكتب البريد الالكتروني بتاعي اهو، صدر مثلا ارجاني كتبت البريد الالكتروني بتاعي يا جماعه، وهكتب اسم المدرسه بتاعتي. تعالوا كده نشوف
اهو يا جماعة كتبنا البيانات الأساسية للطالب، اهو عنوان البريد الإلكتروني المدرسة او اللي هي الثانوية المشتركة، اسم الطالب صبر فرغالي، وعندي طبعا المحافظة أسيوط. هضغط على كلمة التالي اهو، ومجرد ما اضغط على كلمة التالي انا كطالب هدخل على السؤالين اللي انا عملتهم اهو، هبدأ اجاوب مش مشكلة. رو طبعا احنا قلنا الإجابة الرابعة مثلا، وعندي هنا ظهرت اهو يا جماعة، وعندي الإجابة اللي بعدها ان. اوكي هبدأ كده، خلص امتحان بالنسبة لي، ده امتحان مصغر يا جماعة. هبدأ أعمل عملية حاجة اسمها إيه من تحت، إرسال. لو أنا عايز أرجع للسؤال أو أرجع للصفحة السابقة، أوكي عايز خلصت الامتحان هضغط إيه؟ إرسال. إرسال أهو، شوف كده هيظهر إيه؟ مكتوب اختبار إلكتروني في مادة اللغة الفرنسية، لقد تم تسجيل ردك. طب عايز أعرض النتيجة، أنا كطالب عايز أعرف أخدت كام؟ هعرض النتيجة، هضغط على عرض النتيجة، شوف هيظهر إيه؟ ظهر لي الامتحان بتاعي مكتوب من تحتيه إجمالي النقاط 2 من 2. خدت الدرجة النهائية الحمد لله 2 من 2. طيب فين عدد الأسئلة؟ عايز أطمن أهو يا جماعة، إجابتي موجودة باللون الأخضر أهو، واخد علامة صح، واخد 1 من 1، في النقطة التانية واخد 1 من 1 وعلامة صح. طبعا حضراتكم كده خلص عملية إن إحنا إزاي نعمل امتحان إلكتروني على جوجل درايف، وده بيتيح لحضرتك إنك تعمل امتحان وتتحكم فيه حتى بعد إرسال النتيجة. إزاي؟ لو احنا يا جماعه رجعنا الامتحان الاساسي بتاعنا، الاساسي اللي احنا عملناه، بدأ يظهر عندي من فوق حاجه اسمها ايه جنب الاسئله؟ الردود. الردود بتاعت الطلبه، يعني كام طالب دخلوا، ودخلوا امتى، ودخلوا الساعه كام، وجابوا كام درجه. لو انا ضغطت على كلمه الردود دي يا جماعه، بص هيحصل ايه؟ مكتوب عندي رد واحد، اللي هو الرد اللي انا رديته بالوقت. يا جماعه انا كطالب دخلت اهو قدامكم، وهنا رد واحد، رد واحد، وهنا تم قبول الردود، مكتوب عندي احصائيه اهو، المتوسط 2 من 2، متوسط 2 من 2 لان ما حدش دخل غير واحد. اوكي والنتائج اهو يا جماعه، وتاريخ ووقت اصدار النتيجه كمان، يعني بالتحديد عاطيني التاريخ وعاطيني الساعه وعاطيني اليوم ومين اللي دخل والبريد الالكتروني بتاعه ايه واسمه ايه الشخص ده اهو اهو، والمدرسه بتاعته والمحافظه بتاعته. وادي السؤال الاول رد واحد صحيح، والسؤال الثاني بيعمل لي كمان احصائيات على اسئلته، ودي بتفيدني انا كمدرس طبعا، ان انا ممكن يكون عندي سؤال الناس كلها لم تستطيع الاجابه عليه، يبقى اكيد ممكن يكون السؤال ده الحقيقه مش سؤال صحيح، او السؤال ده الحقيقه مش مظبوط، او سؤال صعب جدا، فممكن اعمل تعديل في الامتحان. طيب هل يجوز ان انا كمان اخد اسماء الطلبه كلهم ودرجاتهم وعناوينهم وكل حاجه هم مسجلينها في ملف اكسل؟ بص يا جماعه الجزء الاخضر من فوق ده، ده ملف الاكسل بتاعي، مجرد ما اضغط عليه هيبدا يقول لي انشاء جدول بيانات للاختبار الالكتروني في ماده اللغه الفرنسيه، فانا هضغط كلمه انشاء. بمجرد ما هضغط كلمه انشاء اهو تم الرد بالجدول، وبيقول لو عايز تفتح افتح الجدول، فهضغط كده فتح اهو يا جماعه، ظهر لي جدول مكتوب وجاهز للاختبار بتاعي، وهو مكتوب يوم 24/7/2020 الساعة 4:57 دقيقة و56 ثانية بالثانية يا جماعة، عنوان البريد الإلكتروني للطالب كذا، والنتيجة بتاعته 2 من 2، واسم الطالب صبر فرغالي، ومدرسته أولاد الياس الثانوية المشتركة، وبقية البيانات موجودة أهو، ده ملف إكسل عادي جدا أهو، وأدي كمان الأسئلة بتاعتي اللي أنا إيه؟ اللي أنا جاوبتها، الأسئلة بتاعتي كمان موجودة من فوق. هل ممكن كمان اطبع؟ طبعا ممكن اطبع، ممكن احمله طبعا على الجهاز بتاعي واطبع طبعا الملف بتاعي اللي موجود قدامي ده اهو. ماشي يا جماعه، طبعا كده يبقى عمليه ان انا اعمل اختبار الكتروني دي عمليه مش صعبه وعمليه جميله جدا جدا جدا. طب هل يجوز ليا ان انا ارجع الاختبار بتاعي واعدل فيه؟ طبعا ممكن ارجع يا جماعه الاختبار بتاعي واعدل فيه بشكل سهل جدا. اضغط على كلمة الأسئلة اهو، اضغط على كلمة الأسئلة، وأروح داخل على الامتحان بتاعي وأعمل التعديلات اللي أنا عايز أعملها ببساطة شديدة. عايز أضيف أسئلة، عايز أغير أسئلة، في سؤال أنا جاوبته غلط وعملت نموذج إجابة غلط ورجعت في كلامي وعايز أغير الإجابة، مفيش مشاكل يا جماعة، أغير براحتي ما دام أنا عملت إعداد جيد للاختبار الإلكتروني بتاعي. طبعا يا جماعه هو ده الاتجاه الحديث للوزاره، اللي هو التقويم الالكتروني عن طريق التابلت وعن طريق الانترنت. وطبعا احنا كمدرسين لازم نواكب العصر الجديد والتطورات الالكترونيه الجديده، وطبعا انتوا عارفين طبعا ان النظام الجديد مبني على ادخال التكنولوجيا في التعليم، فيا ريت يا ريت يا ريت نستخدم الاختبار الالكتروني ده دايما في تقييم الطلبه بتوعنا طول العام،
وعلى كل فصل وعلى كل واحدة وعلى كل درس في المادة بتاعتنا. أرجو أن يكون الشرح ده مفيد، بس الأكثر إفادة يا جماعة أن احنا فعلا نتشجع كده ونعمل اختبارات إلكترونية كتير على جميع نواحي وأجزاء المنهج بتاعنا، سواء لغة عربية أو لغة إنجليزية أو رياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء أو أي مادة، سواء ابتدائي يا جماعة أو إعدادي أو ثانوي. طبعا ممكن نحن ندرب برضو أبنائنا في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية برضو على نفس الامتحان الإلكتروني ده اللي مفيش تدخل بشري فيه. وأرجو أن أكون فدتكم إن شاء الله، وما ننساش طبعا نضغط لايك تحت الفيديو لو أعجبكم، ونشترك في القناة وننصح بيها زمايلنا المعلمين الحقيقة، لأن إن شاء الله الفترة الجاية إن شاء الله هنشرح حاجات جميلة جدا هتساعدنا في إن احنا نأدي مهامنا إن شاء الله بشكل جميل جدا ورائع جدا وناجح جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.